في مناقشة اليوم تناقشنا عن AI وكيف التكنولوجيا هاي ممكن تأثر علينا وكيف نقدر نستخدمها بحيث أن ننقص الكربون إيميشنز عندنا في الدولة ونستفيد منها بشكل عام. تناقشنا أيضا في موضوع اختلاف الإكزامبلز اللي شفناها حول العالم وكيف الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية استفادوا من هذه التكنولوجيا وكيف قدروا أنهم ينقصون الذير إيميشنز لحد الحين. وفي النهاية أحب أشكر ترندز وأشكر السفارة دولة الإمارات في كوريا لأنه اختارونا كمتحدثة اليوم في البانل. شكرا. وكانت أيضا مداخلاتهم جميلة واستفدنا الكثير منهم. والبروفيسورية اللي تكلموا اليوم ما شاء الله عليهم دكاترة في مختلف المجالات في الـ AI.